من جديد رجعت مصر عشان تحتل الصداره في كافه مواقع السفر والسياحه باعتبارها ضمن ضمن الوجهات السياحيه المفضله عند السياح من مختلف دول العالم خاصه مع زياده المقاصد السياحيه وافتتاح عدد كمان من المتاحف في المشروعات السياحيه اللي خلت المقصد السياحي المصري متنوع وكمان ده غير ربط الاماكن السياحيه والاثريه المختلفه بعدها البعض يمكن شفت اعلان السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كمان افتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا يوم الاربعاء اللي جاي وده كان خلال زيارته للاقصر واللي هي طبعا تعتبر واحده من اهم الوجهات السياحيه المفضله عند السياح. يا جمانه كده نقدر نقول في تنوع كبير في المنتج السياحي المصري، الفتره الاخيره شفنا افتتاحات لمتاحف كثيره جدا لمنشات سياحيه بشكل كبير متنوعه. يعني الافتتاح الجزئي للمتحف الكبير شفنا كمان افتتاح متحف مهم من شهور المتحف اليوناني الروماني باسكندريه ففي مقاصد سياحيه جديده وفي تنوع في المنتج السياحي المصري هنتكلم في الفقره دي بشكل كده اكثر تفصيلا مع الخبير السياحي دكتور حسام حزاع عضو اتحاد الغرف السياحيه اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير دكتور حسام صباح النور يا فندم بحضرتك وبحضرتك وبالبرنامج دكتور حسام يعني الفتره الاخيره شفنا كل يومين ثلاثه افتتاح لمتحف جديد بيضاف كده لثروه المتاحف المصريه منشات سياحيه جديده شايف قطاع السياحه خلال الشهور اللي فاتت ازاي التطور اللي حصل فيه عشان جذب عدد اكبر من السائحين الحقيقه طبعا هو كان في تطور كبير في الترويج السياحي لمصر بشكل كبير من قبل الدوله الاستراتيجيه اللي كانت وضعها وقبل للتحقيق ونفذت بالفعل زادت في اعداد السياح او كنا متوقعين ان يوصل اعداد السياح هذا العام يعني بنهايته الى مثلا 17 مليون سائح ازيد من العام الماضي 2023 ولكن طبقا للظروف الجيوسياسية اللي موجودة في المنطقة فهنوصل لنفس العدد تقريبا 15 مليون سائح وده عدد كويس جدا بالنسبة لمصر الخطط الترويجية المتاحف الأثرية فعلا ودي نوع من السياحة الثقافية اللي بتبقى معظمها في فصل الشتاء بداية من أكتوبر وحتى نهاية أبريل أو بداية مايو على مدار العام بقى بيبقى في سياحه شاطئيه، سياحه مؤتمرات، سياحه علاجيه، سياحه استشفائيه، انواع سياحات مختلفه بيهمنا في المقام يعني كل السياحات اللي موجوده، حضور المعارض الدوليه والبورصات الدوليه بصفه مستمره، كان في الفترات الماضيه وفي الفتره القادمه في نوفمبر في الورد ترافل ماركت في لندن، مصر هتكون متواجده بقوه باذن الله. عايز اقول ان الطيران الانجليزي التشارتر ابتدى ينزل الاقصر هذا العام وده بقاله كان 10 سنين ما بينزلش فدي خطوه كبيره جدا. الامن والامان اللي في مصر الحمد لله والطاقه الاستيعابيه والمطارات والسيرفيس اللي بتقدم بتقدم بتزيد من التدفق السياحي نتيجه ان الريفيوز اللي عن مصر في كل السوشيال ميديا والمواقع العالميه من قبل السياح اللي بيجوا مصر بتؤدي الى جذب مزيد من السياح وبتبقى ايجابيه بنسبه 95% فبتبقى مصر بناء على هذه التوقعات والريفيوز بالاضافه للتقارير اللي بيكتبوها السياح وجهه من الوجهات العالميه بالاضافه للجو طبعا وقصر المسافه ما بين مصر مثلا واوروبا خمس ساعات ونص بالاضافه طبعا للدول العربيه كانت موجوده طوال فترة الصيف في العالمين العلمين. ومهرجان العالمين وطبعا الدول الأوروبية في الغرداء أو شرم الشيخ مصر قدمت برضو حوافز كتيرة لدعم الطيران الشارتر اللي هو أهم حاجة في المنظومة السياحية <applause> بالنسبة للتور أوبريتور أو ترافل إيجنسي برا وخطوط الطيران الدعم ده بيبقى دعم مادي بشكل معين وامتد لغاية 2025 بحوالي 100 مليون دولار هو كان ينتهي في ابريل 24 وبعدين لغايه اكتوبر حاليا وبعدين لغايه 2025 ده بيزود عدد مقاعد الطيران وبيزود عدد الافواج السياحيه في كل محافظات مصر السياحيه والمطارات السياحيه او المطارات مثلا زي مطار سفينكس او مرسى عالم الغرداء البحر الاحمر جنوب سيناء سانت كاترين طابق الى اخره كل المطارات دي العالمين طبعا مارس مطروح، برج العرب، القاهرة، يعني كل الطيران الشرطة بيزيد بيزيد عدد السياح بشكل كبير، بالإضافة طبعًا للوجيستيك اللي بتقدم، سهولة الحصول على التأشيرة أونلاين و182 دولة تقريبًا، بالإضافة للدول اللي بتاخد التأشيرة في المطارات، ده كله بيؤدي م. إلى الرواج السياحي بشكل كبير، مع التنويع في البرامج السياحية الثقافية لوحدها او ثقافيه شاطئيه او شاطئيه فقط مع رحلات اختياريه موجوده في المدن الساحليه زي البحر الاحمر وجنوب سيناء فيها متاحف ايضا طبعا العالم كله منتظر افتتاح المتحف المصري الكبير وده هيبقى له اثر ايجابي كبير جدا في مزيد من الرحلات عندنا توقعات بان هذا الموسم يعني هيكون موسم سياحي كبير وعالي في اعداد السياح القادمين ان شاء الله طبعا لو هديت المنطقه في ال... هيؤدي الى زياده كبيره كيد. جدا طيب دكتور يعني احنا زي ما بنتكلم دايما في الصناعه على سبيل المثال بنتكلم انه دايما في هدف هو فتح اسواق جديده حتى <applause> حتى السياحه هي صناعه كمان طبعا أه والحقيقه انه بالفعل قدرنا ان احنا نجذب أه اسواق جديده وجنسيات مختلفه ما كناش معتادين على وجودها في مصر بشكل كبير جدا ورصدنا حوالي 104 جنسيه خلال الموسم اللي فات ايه اللي حصل عشان نقدر ان احنا ندخل ونقتحم اسواق جديده وايه المطلوب كمان عشان نعظم من الاستفاده من هذه النقطه تحديدا الحقيقه هو طبعا أولا مصر تحت قيادة السيد الرئيس السيسي علاقتها بكل دول العالم ودول المنطقة ممتازة فده السياسة سياحة فده بيؤدي إلى جذب السياح من كل دول العالم بيجوا مصر. م. يعني دول آسيا دول أوروبا دول أفريقيا كله بيقدر ييجي مصر. أهم نقطة بعد كده الترويج السياحي ثالث نقطه او الترويج السياحي مع وجود الطيران الشرط. دي نقطه عامل مهم دي, دي عامل محفز مهم اي سائح بره. الدوله فتحت فرص دلوقتي للمستثمرين المصريين والاجانب بالاستثمار في مجال الطيران الشارتر او منخفض التكاليف لو احنا بصينا لقينا ان في عندنا طيران منتظم بيروح مثلا الهند رحلتين في الاسبوع مثلا مومباي ودلهي تقريبا خلاص ممكن تكون مصر الطيران فده اللي هيجيب اعداد السياح اللي هيجوا على الرحلات الطيران دي لو في طيران شارتر او بيجي برضو على رحلات مختلفه من دول مختلفه ولكن طيران منتظم لكن لو في طيران شارتر بصفه مستمره هتلاقي مثلا زي ما بتسمعي حضرتك او بتقراي في الجرايد ان في 180 رحله مثلا نزلت مطار الغردقه في اسبوع او في جنوب سيناء او في مرسى علم فوجود الطيران الشارتر ده نقطه هامه جدا لجذب مزيد من السياح مع طبعا في شركات مختلفه لو في مثلا كذا رحله للصين هنلاقي اعداد من الصين في مثلا ماليزيا بقى اندونيسيا انا بتكلم على كان أس... ايه المشكله اللي كان فيه دكتور يعني ليه ما كانش موجود مكلف وممكن ما ما الديستنيشن ما تجيبش الكوست بتاع الطيران المنتظم او الطيران الشارتر فبيؤدي الى طبعا خسائر لان لازم يحقق ربح بالنسبه لشركه الطيران او بالنسبه للتور او الشركات السياحيه ترافل ايجنسي اللي بره انها تفضل تودي وتجيب يعني هي مثلا بتملى طياره 200 سايح بيروحوا وبترجع غيرهم 200 بس اول رحله طيران بتجيب ناس وبترجع فاضيه مثلا بس بتتعوض في اخر رحله طيران خلاص فهي بتبقى عمليات حسابيه محسوبه بالنسبه لصناعه السياحه نفسها البرنامج بقى هو الصناعه انوها وبقى برنامج بشكل مختلف فيه مثلا زيارة القاهرة مع النايل كروز مع البحر الاحمر مع زيارة معابد معينة مع وجود رحلة البالون مع ابو سمبل عندنا الاحتفال في ابو سمبل 22 اكتوبر ان شاء الله طبعا تعامد الشمس تعامد في معبد ابو سمبل ده مهم ده هيخلي نسأل حضرتك دكتور حسام اللي هي فكره ازاي اخلي تجربه السائح اللي جاي لي تجربه مختلفه من شهرين شفنا مهرجان العالمين وكان مهرجان مهم جدا في الصيف دلوقتي احنا في موسم شتوي بعين بقى الخبير في عالم السياحه وصناعه الله السياحه ازاي اقدم تجربه مختلفه للسائح امزج ما بين اكثر من نوع من السياحه يعني السياحه الثقافيه زياره المتاحف والاثريه ده جزء مهم جدا برضو سياحه المهرجانات هل ممكن يبقى فيه مهرجانات في مدينه زي الاقصر مهمه تبقى جاذبه فكره تقديم منتج سياحي متنوع يلائم موسم الشتاء هو الـ الـ احنا لما بنسوق اذا كنا هنتكلم على التسويق السياحي بشكله دي ثقافات شعوب يعني كلتشر معينه خلاص انا هروح اسوق مثلا في اوروبا الشرقيه مم. روسيا ما اقدرش اسوق له كله مع بعض هو عايز سياحه شاطئيه تمام خلاص خلال السياحه الشاطئيه وجوده اسبوعين في مصر ممكن يطلع يوم أيوه. للقاهره ويوم للاقصر اوفر داي بالاتوبيس يشوف الاثار ويرجع يعني هو عايز يقعد في الشمس مم. مم. عايز دايفنج عايز مم. سفاري ده اللي مشقيه في بلده آه. وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول له لا تعالى سياحه ثقافيه اسبوع م. بقى اهرامات آه. مع نايل كروز كده مش هيقدر اسوق البرنامج ده هناك م. خلاص؟ في سايح بيقبل اللي هو السايح الاوروبي بقى اللي هو فرنسا انجلترا المانيا بلجيكا هولندا السيح... السويد الدنمارك بي... بيحب السياحه الثقافيه والنايل كروز والسايح طبعا والايطالي و وا, و وا, و و ويحب ده كله ومعاه السياحه الشاطئيه م. خلاص والقاهره والاهرامات لان في ثقافات معينه بتختلف وعندهم نفس السائح مثلا الصيني نفس الحكايه، الهندي مثلا يحب السياحه الثقافيه ما بيحبش البحر. السائح الامريكي لما هيجيلي هو بقى بيحب يشوف كله تاريخ واثار وحضاره يعني لكن لو قلت له بحر يقول لك انا عندي المحيطات وعندي الكروز اللي هي بتيجي بالست شهور و و و فهنا احنا بنسوق لكل الاسواق بس كل سوق بياخد الحيز بتاعه من حجم السياحه. نيجي بقى لسياحه المؤتمرات لما بيكون في سياحه مؤتمرات مثلا مؤتمرات بقى سياسيه طبيه تاريخيه اه اي حاجه بيعمل سياحه المؤتمرات بتاعته وفي نفس الوقت احنا بنقدر ننوع له بقى ان هو يعمل سياحه ثقافيه م. يطلع مثلا البحر لو عايز حتى يطلع يوم للعين السخنه مثلا تمام. او لو هو ده لو في القاهره تمام. لو في شرم الشيخ مثلا برده بعد ما يخلص عايز يزور الاقصر او عايز يزور القاهره وبعدين الاقصر وبعدين يرجع بننوع بقى في الحاله دي م. كرحلات اختياريه م. او لو هو بقى عايزين التنظيم ده من الخارج من اساسه في البرنامج بنحط البرنامج لان بيجيلنا رحلات احيانا من دول بعيدة زي أمريكا مثلاً بتبقى بتبقى 20 يوم بيزوروا فيها كل مصر والقاهرة وسوهاج مثلاً أبيدوس ودندرة والأقصر وبعدين يعني مجموعة من الرحلات بتبقى مخصصة بشكل معين فبيتم عمل البرامج ليهم بالشكل ده طيب دكتور حسام لو هنتكلم يعني خلينا كده نكون محددين م. الميزه التنافسيه اللي عندنا في صناعه السياحه في مصر وايضا خلينا نقول النقاط اللي احنا محتاجين نشتغل عليها الفتره الجايه لانه خلينا نقول إنه, انه طول الوقت السياحه فيها جديد طول الوقت لازم يكون في مواكبه للدول حتى كمان جاذبه للسياحه بشكل كبير لانه بيبقى برضو فيها كمان ميزه تنافسيه سياحيه كبيره الحقيقه هو احنا عندنا احنا تقدمنا الفتره الماضيه كتير جدا لان لما وصلنا 14 مليون و900 الف سائح في 22 23 بدخل 13 مليار و600 مليون دولار ده كويس متوقع السنه دي نوصل لنفس الرقم بس بدخل اعلى 14 مليار وشويه آه بنهايه العام و400 مليون دولار تقريبا مم. الموضوع كله هو إيه لما بيحصل مثلا كان في اكتوبر قبل ما حصلت حرب غزه واسرائيل مع بعض كان عندنا فولي بوكت نايل كروزز فولي بوكت اوفر لاند الفنادق كذا في الغردقه شرم الشيخ 90% كانت طول السيزون وبعدين ده لما بيبقى اوفر بوكينج بتعلى الاسعار بتفضل تعلى الاسعار والكواليتي بتاعت السائح بتعلى قوي. لما بيحصل من خلال الاخبار مصر ملهاش دعوه طبعا بس من خلال الاخبار ان في في منطقه الشرق الاوسط في كذا كذا. ده بيقلل عدد السياح لكن مصر نفسها ووزاره السياحه وغرفه شركات السياحه والقطاع الخاص كله عاملين حملات اعلاميه بشكل مستمر لان احنا من بيهمنا جذب السائح بشكل كل واحد انا مثلا كشركات عندي بفضل ابذل مجهود ودعايه كبيره جدا بالاضافه لحضور المعارض والدوله بتقوم بده وبتوفر كافه المعارض في كل المعارض الدوليه وبيبقى مصر ليها تواجد بشكل كبير آه وبيزيد التسويق. التسويق احنا محتاجين الحقيقه تبقى 365 يوم تسويق م. خلاص في عدد غرف فندقيه يستوعب يستوعب الفتره القادمه لحد 18 19 السيرفس السيرفس على اعلى قدمها. مستوى لا م. عندنا سيرفس بدليل ما فيش مواقع زي ما حضرتك ذكرتي هتختار مصر كوجهه سياحيه الا لما يكون متوافر فيها السيرفس والتقارير الايجابيه م. بنسبه 95% من كل السياح اللي بيزوروا مصر حتى لو في بعض السلبيات ودي كلنا عارفينها بس انت عندك المواقع صحيح. الجو م. المطارات الطاقه الاستعماليه شبكه المواصلات مهمه جدا آآ آآ شبكة الـ الـ طبعا الـ عايز اقول الانفراستراكشر والمواصلات اللي هي تمت والطرق والتوسعات آه بيهم الساحل الاجنبي برضو الحمد لله الامن والامان الطاقه الاستيعابيه الخدمه الدعايه بالاضافه طبعا لمقومات مصر الرهيبه سواء آه اثريه في مم. الاقصر واسوان تلتين اثار مم. العالم آه سياحيه عندنا حتى المرشد السياحي المصري من اعلى المرشدين السياحيين في العالم كعلم وثقافه وخريج كليات وعلم ايجيبتولوجي وبروفيشنال كل ده وهو لازم يجيب تقارير للشركات بشكل معين امتياز وفوق ده كله كمان حسن الاستقبال المصري الضيافه طبعا. المصريه ودي اجمل ما في الشخصيه المصريه لما تتعامل مع السائحين عايز اكلم حضرتك في السياحه الدينيه السياحه آه. الدينيه نمط مهم جدا وداخل بقوه في صناعه السياحه في مصر عندنا مم. مسار العائله المقدسه بالزبط. قريب جدا كمان هيكون مكان مهم جدا في سيناء اللي هو مكان التجلي التجلي الاعظم طبعا ودي هتبقى نقطه جاذبه في ناس كتيره جدا ممكن بالزبط. تشتغل عليها وتروج عليها السياحه الدينيه حصتها ايه في قطاع السياحه وازاي ممكن اروج ليها برامج تنشيطيه وترويجيه هو عشان نكون اونست بقى انت بتكلمني السياحه الدينيه مسار العائله المقدسه طبعا في عدد نقاط معينه اه واحنا عاملين في الاتحاد دراسه جدوى اه لهذا الموضوع اتحاد غرف شركات السياحه وتقارير اه نتيجه دراسه ورحلات لان انا كنت كواحد كنت بشتغل في هذا الموضوع كافواج سياحيه بتجيلي بس كانت مرتبطه بثلاث دول فلسطين القدس والاردن لان العائله المقدسه وسيدنا عيسى كانوا قعدوا 30 سنه هناك وثلاث سنين ونص في مصر مروا ب 25 <applause> نقطه عندنا بدايه بقى من سيناء والعريش و و و ودخلهم وطل باسطه وهنا ميتروبوليس ويعني والفا يعني وبعدين كنيسه تابسرجا ودرونكا في في اسيوط و يعني مر وادي النطرون فمروا ففي ممكن في رحلات تعمل 13 نقطه داخل مصر بس دي هتبقى مخصصه لهذا البرنامج فقط ودي بقى لل للكنائس بره في الخارج والمنظمات السياحية الخاصة أو المسؤولة عن هذه السياحة الدينية وفي أن هو يجي يزور خمس ست مناطق مه. خلاص وادي النطرون، كنيسة بسرجة في المطرية، كنيسة المعادي دي من ضمن الأماكن اللي تواجدت فيها العائلة المقدسة، كنيسة أبي في مصر القديمة وقعدوا فيها فترة. آه وتبقى ضمن برنامج سياحي ثقافي آه آه معابد واهرامات وفي الاقصر ووادي الملوك والمقابر ودي ممكن دي سهله وبيتم عملها بالفعل ده مع ده دمج البرنامج الثقافي ووادي النطرون طبعا وكلها مؤمنه وكلها ليها وفي المعلومات الكافيه عنها في بقى الرحلات الاخرى ودي كانت موجوده بس وقفت نتيجه الاحداث الحاليه اللي هي منطقه سيناء برضو التجلي الاعظم والتجلي الاعظم م. ودي طبعا منطقه اللي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى م. وكلم سيدنا موسى على جبل سيدنا موسى وفي دير سانت كاترين هم جدا برضه في ايه الودي... دكتور احنا لو قعدنا يعني <applause> نعد كم <applause> الانماط السياحيه اللي موجوده في مصر وانواع السياحه اللي في مصر والمنتج السياحي الموجود في مصر حقيقه هنحتاج يعني نتكلم كتير قوي بالزبط. زي ما حضرتك كنت بتتكلم قفزات الحقيقه كبيره حصلت في هذا الملف تحديدا وده اتكلمنا عنه بالارقام والارقام هي اللي بتثبت ده ويمكن كنا طمعانين وكنا نامل في انه الارقام تزيد بالفعل زادت لكن في ظروف حوالينا زي ما حضرتك قلت جيوسياسيه يمكن هي اللي اثرت في الهدف اللي احنا كنا هنوصله لكن احنا بنامل كمان في المستقبل القريب ان احنا نوصل لارقام ابعد منها بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام الزاعد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه شرفتني يا فندم نورتنا يا فندم صباح الخير صباح الخير يا فندم شكرا لحاجة.